ايضا لزميل العزيز عمرو مختار، اكيد مهتمين ايضا نعرف استعدادات طلائع الجيش وسموحه، اللقاء اللي هيبدا باذن الله في تمام الساعه 7 مساء. عمرو ايضا برحب بيك ولك الكلمه الان، فتفضل. برحب بك زميل عزيز محمد غانم، برحب بضيوفك الكرام هنا من استاد جهاز الرياضه العسكري ومباراه طلائع الجيش امام سموحه. المباراه اللي كابتن احمد سامي قال عنوان كبير، الفوز على طلائع الجيش هو الهدف الاول والغايه الاولى لنا هنا منذ دخول ملعب استاد طلائع الجيش. يمكن خلينا اقول لك طلائع الجيش، يمكن الكابتن عبد الحميد باسم كان عند حزين جدا بسبب خساره من المقاولون العرب، يمكن اجتمع باللاعبين اجتمعت ايضا اداره الكره باللاعبين، طلبتهم بقى خلاص نتدارك الهزيمه، احنا عايزين نادي طلائع الجيش يكون في الاوائل الفرق في ترتيب الدوري العام. طلبهم ايضا بتدارك الاخطاء الدفاعيه اللي هو من وجهه نظر شايفها ان هي اخطاء ساذجه للغايه. عنده اصابه خالد سطوحي، هو شايفها ان هي اصابه خطيره لخالد سطوحي وقد تؤثر على دفاع نادي طلائع الجيش. عنده ايضا غياب حميد ماوده، برضه شايف انه هياثر في التلت الهجومي. خليني اقول لك برضه فريق نادي اسمه، يمكن الكابتن احمد سامي قال للاعبين بعد الفوز على الداخليه حياهم وقال لهم خلاص احنا خلاص يعتبر من اوائل الفرق اللي داخلين المربع الذهبي، خلاص الامور بقت بايديكم، انتوا اللي قادرين تحافظوا على النتائج الايجابيه من وجهه نظره اللي انتوا بتحققوها. فرقه سموحه فرقه محترمه، انتوا لعيبه على اكبر مستوى من اللعب. يمكن عنده غياب مهم جدا في الثلث الهجومي وايضا في الثلث الدفاعي، هو حسام حسن للايقاف واحمد مصطفى ميدو اللي بيغيب ايضا للقاف. عنده محمود وحيد نجم نادي سموحه يمكن بسبب الاصابه الطويله، نتمنى له العوده بالسلامه. عوده النهارده حجاج بركات اللي يمكن اللي هيكون بديل قوي النهارده في الملعب. كابتن احمد سامي والاداره ايضا يمكن صرفت مكافئات الفوز فور الفوز على فريق الداخليه، طلبهم النهارده بالاداء الرجولي داخل الملعب طوال 90 دقيقه، خاصه نادي طلائع الجيش قال لهم ان نادي طلائع الجيش ما غلبش هنا في ملعب طلائع الجيش الا مباراه واحده هي ايضا من المقاولون في الدور الاول. سعيد كابتن احمد سامي باجاييه ومستوى اجاييه اللي بيقدمه بعد الاداء اللي هو شايفه اكثر من رائع في الفتره الاخيره. النهارده حكم الساحه نادر قمر الدوله، هي المباراه الاولى لطلائع الجيش والمباراه الثانيه اللي بيديرها النادي اسمه. يمكن زميل عزيز محمد غانم، دي اجواء وكواليس ما قبل هذا اللقاء، يمكن درجه الحراره مرتفعه الى حد ما من اللي ادى الى اللعيبه تتاخر شويه عن اداء الحمل او الاداء اللي هي التمارين قبل الاستعدادات الى المباراه. عوده ليك، اتفضل محمد. كل الشكر للزملاء الاعزاء عمرو مختار، ايضا كفيت ووفيت الحقيقه، عرفنا كل التفاصيل وعشنا اجواء تفاصيل مباراه طلائع الجيش وسموحه، وايضا شكر موصول من قبله للزميل العزيز حاتم فتح الله. كان لقاء مهم ان احنا ايضا نعرف ايه اللي بيدور، خصوصا سموحه اللي قدر يعمل كامباك هام جدا على فريق الداخليه اللي برضه بيؤدي في الفتره الاخيره بشكل جيد مع الكابتن عيد مرزيق. الحقيقه امبارح تابعنا ايضا لقاء الداخليه كان متعادل مع النادي الأهلي، ولكن في النهاية هدف كان هام جدا لعمرو السولية في الدقائق الأخيرة.